اللي يرفعش اللي هو بيجيش جاري عربي اللي يلا بلا تربي لا تربي جيب لبويا يا هي على كل حال الدولة عرضت علينا سلاح الأول، ولكن ها هنايا كنا خايفين من هاد الناس، ولكن اليوم حان الوقت كي ولاو الأولاد دار حنا مالنا، وثانيا راه رجعوا لنا ولادنا وراح لنا رزقنا، ما بقى لنا والو. هذا الشعب الجزائري الدولة نهار الأول عرضت عليه مسلح. فرضت عليهم لا دبري مسافر.